السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح اليوم على هذا البرنامج اسمه اي كلاود درايف، موجود بكل أجهزة أبل، ايفون، ايباد، ايبود، كمبيوتر. لو ما هو ظاهر عندك البرنامج على شاشة الايفون، ادخل على الاعدادات، بعدها ادخل على اي كلاود، بعدها اي كلاود درايف، بعدها بيجيك خيار اظهار في الشاشة الرئيسية. بتشغل هذا الخيار بيظهر عندك البرنامج على شاشة ايفونك. فكرته باختصار شديد انه تابع لحسابك حق الاي كلاود، بتحط فيه اي نوع ملفات تتخيلها، سواء على الكمبيوتر بتشوفها بالايفون تشارك، لكن الافكار وايش تقدر تستفيد من البرنامج وامكانيات البرنامج تابع شرحي. بشرح ببتدي بكمبيوتر الويندوز. طبعا كمبيوتر الويندوز لازم تكون منزل برنامج الايتونز، بعدها بتدخل عندك على كافة البرامج، وبتروح الى تكون محدث برنامج الايتونز لاخر اصدار، بعدها بتدخل الى كافة البرامج، وبتروح على الاي كلاود، وبتدخل على الاي كلاود بتتفتح، بعدها بتفتح معاك هذه النافذة. لما تضغط اي كلاود درايف تحط ايميلك حق الاي كلاود، يعني حق الابل ستور، وتحط كلمة السر وبتضغط ساين ان. بتظهر معاك هذه الشاشة، خلاص قفلها، تسوي ابلاي، تضغط على خلاص. الآن روح للمستندات، بتحصل عندك اي كلاود درايف، بتدخله الاي كلاود درايف. تقدر تحط فيه مجلدات، تقدر تنشئ فيه مجلدات، تقدر تحط فيه ملفات الاوفيس، وورد، اكسل، باوربوينت، بي دي اف، تقدر تحط فيه صور، اي نوع ملف، ملف مضغوط، برنامج، اي شيء تقدر تحط فيه. مثلا انا سويت المجلد هذا، سميته اي تجربة للشرح، حطيت في المجلد صورة وملف بي دي اف. طيب ايش الجديد؟ الجديد انك لو دخلت على نفس البرنامج في الايفون بتحصل كل مجلداتك. مثلا هذا المجلد اللي انشأته على الكمبيوتر اسمه تجربة للشرح، بتحصل نفس الصورة وملف البي دي اف. طيب ايش الجديد برضو؟ الجديد انه بينفعك هذا البرنامج لو عندك ملفات مهمة، تقدر تحطها على في الاي كلاود حق الكمبيوتر، بتظهر لك في برنامج الاي كلاود. انا بعطيكم امثله وانت قيس حياتك اليوميه عليها. الملفات اصلا ما هي مخزنه لا على الكمبيوتر ولا على الجوال، الملفات مخزنه على النت. مخزنه لما تدخل على صفحه النت تكتب icloud.com، بعدها تحط ايميلك والباسورد وبتدخل، بيظهر لك عده خيارات. بتضغط على الاي كلاود درايف على نفس الشيء، بيظهر لك نفس المجلدات. تجربة للشرح هذا هو المجلد، وطلعت فيه الصورة. برضو تقدر تضيف مجلد من خلال النت، برضو من خيار اللي هو نيو فولدر من هنا، أو ترفع ملف من الكمبيوتر من عندك على النت برضو من هذا الخيار. طيب إلى الآن أنت ما استوعبت، طيب إيش فيه؟ أنا ما أحتاج مثلا الملفات اللي أحطها على الكمبيوتر ألاقيها على الجوال، أو ألاقيها بالنت أو تكون شيء. أنا بعطيك شوية أفكار، الأفكار هذه أنا منفذها مع نفسي. إيش ممكن تسوي؟ مثلا هذه فاتورة لجهاز ماك أنا مشتري، أحتفظ بالفاتورة، أسوي لها سكان. أي ورقة عندي أسوي لها سكان، مثلا صورة الهوية حقتك، صورة جواز السفر، صورة تذكرة السفر، أي شيء مهم، إثبات لشخصيتك، أي شيء. كرت العيلة، شهادات الميلاد، الشهادات الدراسية، أي شيء أحتفظ فيه على الآي كلاود درايف. احيانا كثير تكون في دائره حكوميه او في مكان ما، تحتاج مثلا صوره لهويتك، صوره لجواز السفر، صوره تحتاج مثلا لسيرتك الذاتيه، اي شيء. لو انت محطوطه هذه الاشياء على الاي كلاود درايف، وما عندك مثلا حتى الايفون بنفس الوقت، عادي جدا تدخل وقتها من اي كمبيوتر، سواء في كافيه او في مكتبه او اي شيء، خش اي كلاود دوت كوم، خش على الاي كلاود درايف، اطبع الصوره، وبعدها سجل خروج من حسابك. ملفات وورد مهمة، ملفات اكسل، ملفات باوربوينت، يعني افكار كثير ممكن. ضاعت منك المحفظة لا سمح الله، فيها الهوية، فيها شيء، انه عندك صورة لاثباتاتك، كنت برا البلد، ضاع جواز سفرك، عندك اثبات محفوظ على النت. فاتورة جهاز اشتريته وضاعت معك الفاتورة، تقدر تخش تطبعها بكل سهولة، عشان ما يروح عليك الضمان لاي جهاز. طبعا بالنسبة للموظفين، المدرسين، المدرسات، الطلاب، الطالبات، تقدر برضو تستفيد منه من خلال الواتساب.
من خلال الواتساب مع التحديثات الجديدة. أضاف في الواتساب ميزة جديدة جدا رائعة، لما بتضغط على السهم اللي هنا بيجيب لك مشاركة مستند، بعدها بيظهر لك هذه العلامة. هذه هي علامة برنامج الاي كلاود اللي أنا جالس أشرح عليه، بيفتح لك كل المجلدات. مثلا لو دخلنا تجربة للشرح المجلد هذا، هذا مثلا ملف بي دي اف، تقول له ارسال، بيرسل ملف البي دي اف. طبعا هذا الخيار البي دي اف طبعا ممكن يكون وورد، ممكن يكون اكسل، ممكن يكون باوربوينت، كلها تترسل عبر هذا الخيار. شوف هنا ملف البي دي اف فتح معي عادي. لو ضغطنا السهم هنا بيجيب لك طبعا طباعة، لو انت اشتريت الطابعة اللي انا قلت لك عليها اليوم بتطبع عادي جدا. هذه هي طريقة الطباعة، انضافت على طول، ولو قلنا طباعة بتبدأ تطبع. طبعا بيجي خيارات كثير، سواء ترسلها رسالة أو تضيفها في الملاحظات أو تفتحها بأي برنامج. طبعا لو عندك برامج كثير، لو عندك جهاز ماك تقدر ترسلها حتى على جهازك الماك. طبعا لو أنت جهازك ماك ما حتحتاج الفيلم اللي أنا قلت لك، هو بالنسبة للأيتونز وغيره بتحصل بالفيندر عندك خيار الآي كلاود درايف. برضو بتلاقي كل المجلدات زي ما هي بين أجهزتك، تقدر تضيف أي ملف، تقدر تنشئ أي مجلد، ونفس الطريقة. طبعا مو بس الواتساب اللي حتلاقيه مستخدم هذا البرنامج، برامج كثير جدا حتقابلك انه ممكن تحفظ منها ملفات على الاي كلاود درايف.